بعد جائحة كورونا التي اجتاحت المحافظة بشكل خاص، بدأ بعض أصحاب الصيدليات في الموصل برفع أسعار بعض العلاجات التي يحتاجها المواطن، ما سبب تذمرا واضحا لدى سكنة المحافظة، شاكين الأمر ومطالبين من الجهات المختصة والرقابة الصحية توحيد الأسعار بجميع صيدليات المحافظة. والله أسعار الأدوية يعني بالنسبة للصيدليات يعني أسعار خيالية، أسعار سياحية مو أسعار ما صيدليات. إحنا هسه وضع حساس، يعني شريط مال البارستول بلف وبلف ونص، كيف اللي يبيع ورقابة ماكو، ما شاء الله مسلميها جماعة الصيدليات. إحنا نطالب يعني المحافظ، وزير الصحة، الجهات المختصة، المسؤولين، الرقابة الصحية يفترون عليهم، يسعرون الأدوية يعني عندهم تسعيرة واحدة، هنا كل واحد يبيع بشكل. والله بالنسبة لنا كعمال الأدوية علينا غالية، يعني جدا غالية، خاصة بهذا الظرف الصعب، لا عمل، لا حركة، ضعيفة جدا الدواء بالنسبة، صعب، حيل صعب. أصحاب بعض الصيدليات في المدينة أوضحوا للتغيير بأن المحافظة أرخص من جميع المحافظات بأسعارها، مؤكدين أن ما يضاف على الأدوية نسبة قليلة لا تتجاوز 15%، أما ما يخص الأدوية القليلة الشحيحة فبكل تأكيد يكون سعرها غال على المواطن. بالنسبة للموصل هي أرخص من بقية المحافظات بشكل عام، يعني أنا عندي معارف في بغداد وبتكريت، أسألهم يعني يتعجبون الأسعار اللي بالموصل. يعني إحنا نشتري الأدوية مثلا نحط على، إذا العلاج غالي يعني نحط على قيمة 10% أو 15% كأقصى حد يعني، والأدوية المزمنة أقل يعني من هاي النسبة نخلي عليها مربح، يعني نشتريها من المظهر مبلغ معين نخلي عليها 10 إلى 15% حسب يعني المادة. يعني أكو بعض الأدوية يعني هي قليلة أصلا يعني ولهذا تجي غالية، يعني مثلا الأدوية التخصصية مثل أدوية السرطان، أدوية هاي شوية تكون غالية يعني لأنه هي تجي أصلا من المداخر غالية. الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم توفير فرص عمل لكثير من الشباب في المحافظة، ناهيك عن آلاف الخريجين الجالسين البيوت من دون تعيين، تكون تسعيرة الأدوية عليهم بمثابة الفاجعة والمصيبة. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.